سلام اصدقائي صديقاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين وعلى خير وبخير وكل شيء مزيان والصحه مزيان الحمد لله. انا توحشتكم بزاف. هذه شي سيمانه ما درت شي فيديو ولا والو، لان عندي الخدمه بزاف والبرد بزاف، وقلت ندير واحد فيديو نتقاسمه معكم. يمكن حنايا كان بعض الناس كان مشيو لا ريستورات، وانا عندي اش كيقول لها تجربه مع ريستورات. كيوقع لك واحد المشكل ملي كيحطوا لك الطبله عامره وانت ما كتعرف لا منين تبدا ولا والو. قلت اشنو غادي ندير، غادي نتقاسم معكم ونقد نوريكم واحد الافكار يمكن لها تساعدكم بزاف. لحقاش مشيت انا للريستورا وش نقول لكم، دخلت لقيت طبلة قد هكذا ديال المعالق والفراشط وشي ماس وشي ما بقيت كنقولها. يعني حنا فرشة موس معلقة هذه كنعرفو، لكن ملي كيحطو لك واحد ما كتعرف منين تبدا، واش من ليمن ولا من ليسر، ولا شنو غادي دير، ولا باش تاكل، ولا شنو غتاكل. انتوما نقول لكم واحد الحاجه، نتوما ملي نحطوا لكم الطبله تمشي للريستورا، كاين بعض الناس اللي كتلف ما كتعرفش بالاحضان يا وطني. عارفه شنو هي بالاحضان يا وطني؟ انك تبدا من الاخر للاول، اللي حطوا لك هنا الاخر غتبدا به وانت غادي، وهما كيهزوا. انا كندوي على ريستورات راكم عارفين انا من كندا، ريستورات كبارين، لان كيحطوا لك اكثر من فرشيطه وموس ومعلقه. ودابا الحمد لله حنايا ما بقيناش كناكلو كاملين، حنايا كناكلو في طبسيل واحد، ولات الناس اش نقول لك يعني ماشي تقدمنا، ولينا ناكلو في يجيو عندك الضياف خاصك توجد لهم بزاف ديال الحوايج من هنا ومن هنا من هنا، خاصك الفراشط خاصك الموس. بعض الناس كاين اللي كيجي عندهم ناس هاي كلاس وكيحيروا كيفاش يوجدوا الطبله، وانا قلت اليوم نوجد معكم سميتو نوجد نساعدكم واحد شويه، يمكن نساعد الناس باش يعرفوا كيفاش كنوجد انا الطبله ديالي. انا نوريكم دابا كيفاش تكون عندكم واحد الفكره بسيطه انكم كيفاش توجدوا، سهل وبسيط يعني في اي واحد يقدر يوجد الطبله بحال هكا، باش ما تغلطوش وما يكونش عندكم غلط كبير. كيفاش فين تيتحط الموس، فين كتحط الفرشات، فين كتحط الطبسيل، فين كتحط الكاس، فين كتحط اي موس واي موس لاش كيلاق. المهم انا غادي نحاول نوريكم ونشوفوا الا عجبتكم الفكره. وكاين مازال عاد هو شنقول لك عالم ديال الماس، خصوصا ملي كيكون عندك الحوت. ما نعاود لكمش ملي كيكون عندك الحوت وانواع ديال الحوت وانواع ديال الكوكياج، شحال كيحطوا لك من موس وكل ديالاش وكل بانس ديالاش. المهم انا نحاول ندير لكم الحوايج بساطين، ولا عجبتكم الفكره يمكن لكم تكتبوا في تخليوا لي في الكومونتير، لا اللي بغى نساعده في شي حوايج يصيفط ليا. وكنشكر بزاف 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 الناس الاصدقاء ديالي اللي كيكتبوني، ورغم ان العدد ديال المنتقدين قليل 0.1%، ولكن الناس بزاف اللي كيبغيوني كنشكرهم بزاف، وكنحاول نرد على الناس كاملين اللي كيصيفطوا ليا. وشكرا، وبكم انايا هنايا، وكنتمنى نبقاو على تواصل، وشكرا بزاف. المهم حنا غادي نوريكم كيفاش اصدقائي. يلا ندوزو دابا نوريكم كيفاش نوجدو نهيئو الطبله ديالنا، ونتمنى تنول اعجابكم، وغنوريكم مراحل كيفاش حاجه بحاجه، وهذا الشيء غادي يساعدكم بزاف. انا كنظن بان يساعدكم بزاف. يلا المهم نبداو كيفاش الطبله الاولى، التقديم الاول. انا استعملت هاد الورقه هذه ديال الخشب، حيت عندي الطبله ديال الخشب انا. المهم كيعجبني بزاف هاد الديكور. حاجه الاولى اللي غادي نبداو بها هو انك الا استعملتي هذه ما خصكش تستعملي الغطاء ديال الطبله، لان منين كنستعملوا هذه تحت الطبسيل ما كنستعملوش الغطاء ديال الطبله. حاجه انا عملت هاد الديكور هذا، يمكن لك انت تنزليه هنا الوسط كيف انا نزلته هنايا باش يبان الديكور ديال الطبسيل. حاجه اللي كنديرو كنستعملو هكذا الصبع الكبير باش يكون بعيد من الطبله،
وهنا كتنزلي هذه انت بغي فين ما بغيتي تنزليها. عندنا الطبسيل الكبير اللي كتنزلي فيه اما الدجاج اما اللحم اما اللي عندك، الطبسيل برينسيبال ما عرفتش المهم في الطبله. عندنا الطبسيل هنا ديال الشلاضه، ومن بعد عندنا الصوبه. الا كنتي غتستعملي الصوبه كتستعملي الطبسيل. هذا بالنسبه ليا انايا كنحطو هنايا لان كتقدي دير فيه المقبلات اللي بغيتي انتيا. حاجه غادي نبداو، كنبداو دائما قلنا من الاخر الاول. نحاول نوري لكم هنايا مزيان، نهبط الكاميرا. هنا كنبداو بالمعلقه كنتبعوها، لكن غنبداو الصوبه لان عندنا الصوبه غنبداو بالمعلقه هي الاولى. دائما كنحسبوا جوج الصباع ما بين كل حاجه، جوج الصباع ما بين كل حاجه. كنبداو بالصوبه، دائما الصوبه كلشي كيبدا على اليمين، المواس كيكونوا على اليمين، فراشط كيكونوا على اليسار. عندنا هنايا كنتبعوها بالشلاضه، كتبدا الصوبه هي الاولى. الا كانت عندك الصوبه، ما كانتش عندك الصوبه كنحيدوا هذا، ما كننزلوش المعلقه مثلا، ما كننزلوش هذا. كانت عندك الصوبه كتنزل هذا، كتخلي دائما كما قلت لكم جوج صباع. كنزلو الموس ديال الشلاضه مع الفرشيط ديال الشلاضه، دائما كيكونوا صغار على هادو. عاد كنزلو الموس ديال اللحم ولا الموس ديال الحوت مع الفرشيطه. كنبداو كما قلنا من برا للداخل. دائما الا مشيتي لشي ريستوران ونزلو لك بزاف، كتبدا من برا للداخل دائما. حاجه انك المعلقه ديال ديسير ولا الفرشيط، بعض المرات على حسب انت شنو وجدتي. لو وجدتي الفرشيط، لو وجدتي مثلا الفرشيط، انا ما نزلتهاش هنايا، كتنزلها هنايا بالعكس ديال الفرشيط، كيمشيو بالعكس ديال المعلقه. المعلقه دائما كتكون جوج صباع ما بينها وما بين الطبسيل. المهم هادشي غادي المعلقه دائما كنهزوها من هنا، دائما خصها تكون على اليمين ديالنا، القبضه ديالها. ما يمكنش غتحطو لك هكذا وغتهز هكا المعلقه، المعلقه كتكون هنا. انا كنستعمل الكاس ديال الماء كيكون في السونطاك ديال الطبسيل، كتنزلو هنا في السونطاك ديال الطبسيل. الا كان عندكم المشروبات وعلى حسب المشروبات اللي عندكم كتمشي من هنا. كاين الناس اللي كينزلوا الماء هو الاخر، ولكن كنفضل انا كاينين الناس اللي كينزلوا، ولا من الناس اللي كينزل الماء هو الاول، على حسب لان دائما كنحتاجوا الماء هو الاول. من هنا كيمشيو المشروبات، كيمشيو من الداخل لبرا. عندنا الطبسيل ديال الخبز وعندنا الموس ديال الخبز. الطبسيل ديال الخبز والموس ديال الخبز، الموس ديال الخبز دائما كيمشي على اليمين ديالك باش كتشدو من هنا، ديال كما قلت انا يا ديال الزبده، الموس ديال الزبده. انا قلت الموس ديال الخبز، يعني هذا الطبسيل ديال الخبز وهذا الموس ديال الزبده. هنا كتنزل هذا الطبسيل الصغير كتنزلو، وخاص الطبسيل اللي يكون ديال الخبز يكون هنا ملس مين كتنزل باش كيتفرق الخبز، ما يمكنش تحطو فوق الطبله، تنزلو هنايا الوسط. المهم منين كينزلو لك الموس خصك تنزل فوق منه الموس ديال الزبده، وما يكونش هذاك الا كانت فيه الدخلانيه لداخل محفره عرف ديال القهوه ماشي ديال الخبز. المهم هذه هي المرحله، هذه هي الاولى اللي قدمتها لكم. انا غادي نوري لكم شكل ثاني كيفاش داير. المهم السونطر ديال الطبله، الوسط ديال الطبله، انا حاولت نستعمل هذا الورد هذا لان ما كلشي عندنا مسدود، ما كاينش باش نجيب الورد الطبيعي منين يكونوا. حاولوا شي نهار ندير لكم كيفاش توجدوا الورد الطبيعي في الوسط ديال الطبله من الاحسن. هنايا انا استعملت هاد هنا، لكنه الناس كما تيقولوا هاي 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 كلاس، يعني انا استعملت هذا النوع هذا، انتم تشوفوا ديال الطباصل، يعني الطباصل هاي كلاس كيحمقوا، موديل جديد اللي دابا خرج في، المهم خرج هنايا في الاسواق. انا غالي شويه ولكن واعر، يعني الا كانوا جاوا عندك الناس انتم عارفين. عملت له هذا الديكور هذا عندي انايا، هادو عملت هذا لحقاش لتحت، عملت بلاطة فضي وعملت له المعالق هنايا فضيين. اما هذاك كان عندي الاول كان عندي ذهبي، عملت له الشكل ديال الذهبي، يعني ما عرفتش انا عندي هادوك ديالهم ديال السرابط في الذهبي بالحق، ما عندي بزاف تروينه ما عرفتش فين كاينين. المهم حاولت نعمل له هذا الشكل هذا، تقد تعملوه هنا في الوسط. عندنا التفصيل الاول الاساسي كما قلت لكم، وعندنا هذا اللي كيمشي فيه الشلاضه، وهذا الصوبه. هنا كما قلت لكم عندنا صباع دائما هكذا، صباع دائما ولا اربعه صبعان عندك، اما الصباع الكبير ولا اربعه سنتيمتر، كتخليها دائما ما بينك وهذا. والا استعملتي هذه، كنعاود ناكد الا استعملتي هذه ما تستعملش رانب. اما في حاله ما لا بغيتو ما تستعملوش هذا
وتستعملوا لاناب، خصك تستعمل لاناب الاول يكون بيض سامبل، وعاد تعمل فوق منه لاناب الثاني بشكل نتا اللي كيوالمك وكيوالم الدار بشكل اللي كتوالمك ويوالم الدار ديالك. شنقول لكم باش ما تعملش غير مانطيل واحد، لانه الطبلي الطباصل منين تحطهم قدام الناس ما يبقاش يديروا طق 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 يتسمعوا، خصك تعمل جوج ديال، ولكن انا كنفضل نستعمل هذا الشكل. هذا عندي انا هنايا، هذه ديال الحديد ديال الفضه، واش كيقولوا ليه كاع ما عرف، فضي يعني قاصح وغليظ فضه، لان داك بحال الصينيه حق هذا الشكل. هذا كما كتشوفوا غزال وزوين يستاهل. وهنايا عملت، لان هنا عملت غير معلقه كما قلت لكم، دائما كنخلي ما بين معلقه، وهنايا موس وفرشيط، لان هنا تقريبا ما عملتش ديال الشلاضه، قد ما تعملش ديال الشلاضه لانك تقد تستغنى عليه اذا كان عندك غير هذا. انا ما جبتش الفرشيطه الاخرى لان ديجا وريت لكم الهيها. وهنايا عندنا المعلقه ديال كما كتشوفوا، المعلقه ديال البوستري، وكيف ما خصك ديال الماء، وهذا انا شرحت لكم ديجا، شرحت لكم كيفاش. المهم هذا كيكون جميل وعنده منظر غزال. وانا حاولت هنا نستعمل هذا الورد، هذا واخا انه ورد ماشي فحال فحال الشكل اللي عندي هنايا في هذا الطبسيل في هذه الصنعه هذه، وتنتمنى يروقكم وتنتمنى يعجبكم وصافي. كما قلت لكم، لان هنايا نحسبوا بان عندنا غير الصوبه، كتبدا من هنا تاكل الصوبه كتزولها، هادو كيبقى الطبسيل الاساسي اللي عندك، يا عندك الحميه عندك هذا. وشي نهار ان شاء الله نوري لكم ديال الحوت، ان رغم ان ديال الحوت صعيب، فيه بزاف ديال الماس، وهذه على حسب الحوت انت اللي كتنزل، خاصك كل حوت الموس ديالو، كل هذا بانس وداك الشيء. المهم الا احتاجيتو، ولا الناس اللي كياكلوا بزاف هذه فواكه البحر وهذا الشيء ديال الكوكياج، وبغاو يجيو يعدلوهم للناس وما عرفوش كيفاش ينزلوا، يصيفطوا لي كومونتير في الكومونتير ونساعدكم ان شاء الله. ونتمنى تعجبكم الفكره دي. صحابي صحباتي، كنتمنى تعجبكم هذه الفكره هذه اللي وجدت لكم ديال اليوم، ديال كيفاش تسوي الطبله. وهذا كيدل على الشخصيه ديالك، منين انك يجيو عندك الناس وكتقدم لهم الطبله هذه كما تيقولوا لها جميله إليغانت، كيعجبهم بالفكره، والناس كتعجبهم كتشهي الطبله في الماكله، وكيعرفوا كيفاش نتايا وكيفاش انتيا وكيفاش الشخصيه ديالك، وكيفاش انك من الناس يعني ماشي الطبسيل في الوسط، هذه لا الطباصل والطبله والزواق كيلعب دور، وقال لك زوق تبيع، وهذا هو المثل ديالنا. ولا زوقتي الطبله ديالك، هذا كيدل على الشخصيه ديالك. وشكرا لكم متتبعيني، شكرا بزاف، وانتظروني في مره اخرى ان شاء الله ندير لكم فيديو واحد اخر، وكل مره كنشكل نوع وكنحاول عندي شي فكره نتقاسمها معكم، وماشي نبين لكم غير السياق والتجفاف والتشطاب والطياب. المهم خاصني نوريكم حتى افكار ديالي كيفاش انا كنوجد الطبله ديالي. وشكرا بزاف.